نصيحة اليوم: إذا بغيتي علاقتك تكون ناجحة مع الحبيب ديالك، بعدي من الناس، بعدي من البشر، بعدي من الخوى الخاوي، وبعدي من الناس اللي فيهم الإنرجي خايبة وفيهم تخلويض والهضرة زايدة. تاني حاجة: بغيتي علاقتك تكون ناجحة مع الحبيب ديالك، كوني صديقته قبل ما تكوني حبيبته. كوني انت وياه أصدقاء، يشكي عليك وتشكي عليه، يعود لك وتعودي ليه، يحكي لك وتحكي ليه، شاركوا أسرار مع بعضياتكم. يعني دائما الصداقة قبل الحب، ماشي زعما تكون بيناتكم الصداقة عاد تصاحبوا، نو زعما تكونوا في علاقة حب، ما تكون بيناتكم ديك الصداقة، يكون كيحسبك بحال صديقته، يعاود لك يشكي عليك ويحكي لك ويفرغ عليك، وانتي نفس الشيء ماشي غير هو. ثالث حاجة: اوكي، يكون بيناتكم الاحترام. ان فواتي فوت الاحترام، ان فواتي يمشي الاحترام، كتمشي داك العلاقة لابوبيل. اوكي. رابع حاجة: ما تكونيش توكسيك. ما تبقيش تسولي فين مشيتي، فين جيتي، علاش تعطلتي، علاش خرجتي. بغى يخرج السهر ماشي مشكل، ياك انتي تايقة في نفسك وكتقولي انا وانا وانا، ايوا صافي خلي صاحبك يخرج السهر ماشي مشكل، مشي السهر مع صحابو الدنيا يعني. شنو زعما الديسكوتيكا تبغيتي يمشي السهر في الديسكوتيكا ديال الرجال؟ اذا غنسميوه والله ما يمكنش، غيمشي للديسكوتيكا نورمال ديال البنات والرجال، ماشي غيمشي لوحده غير ديال الرجال، غيولي حتى هو انتونسيس. خص تكون دائما بيناتكم هاد الثقه، وتكوني انت ثقه في نفسك. اما الا هو مشى سهر وجيتي وجا للدار وبقيتي كتفرع عليه راسو، غادي يقول شو هاد الخايبه هادي، حالته حاله فرع عليا راسي. نو الراجل كيبغي ترانكيليداد، كيبغي مرا ترونكيل، مرا ما تصدع عليهش راسو، وهو راسو ما غيدير حتى شي حاجه وما غاديش يخونك. سمعتيني؟ واخا يمشي يخرج، ماشي كنقول لك غيمشي سهر سيمانه كلها، مره في السيمانه بغى يخرج مع صحابو يمشي شي حاجه ماشي مشكل، خليه حتى يسيري مع صحاباتك. خامس حاجه: حاولوا ما تدبزوش على اقل حاجه. اقل حاجه غنوضوا ندبزوا عليها: علاش تعطلتي، علاش قلتي لي غتجي اليوم وما جيتيش، علاش درتي معايا في الساعه الفلانيه وصلتي جوج سوايع معطل. عارفه كتعصبي، اوكي كتعصبي مثلا، نعطيكم واحد المثال: درتي مع راجلك وقلتي له انا في بلاصه فلان فلانيه اجي نفطروا، اوكي، وبقيتي كتسني شي جوج سوايع عاد جا، ماشي مشكل تعطل القطره فيك، ماشي جيت بقيت نكري عليه وعلاش تعطلتي من الصباح وانا كنتسناك. نو، واش هو عنده طياره؟ عنده غير سياره ماشي طياره، اوكي، وكان عنده طياره ما يوليش معاك. فلهذا ما نبقاوش ندبزوا على اقل ما هي حاجه، ندبزوا على حاجه اللي هي فريمون تستاهل ندبزوا عليها. اوكي، ندبزوا على شي فلوس، انا كنضحك معكم، ما ندبزوش على اقل ما هي حاجه. تعطل ولا اليوم ما جاش ولا هذا، ماشي مشكل، دائما هضري باللباقه واللياقه، ودائما حاولي تهبطي. انا بدي كنتعصب ما تنحاول نهبط باش ما نخسرش العلاقه ديالي. سادس حاجه: حاولي تعيشي الحياه انت والحبيب ديالك. نخرجوا على برا، نمشيو نتقهواو، نقصروا على برا. عندكم وليدات ما تخليوش انا الوليدات يحبسوكم. عندك مثلا ماما، كل جيبي وحده تشد لك الولاد هذاك الليله، وسيري انت وصاحبك خرجوا، جلسوا على برا، تعشوا على برا، تغدوا على برا، تساراو، سيروا لهنا، اجوا لهنا. ما تبقاش دائما انت مغموقه في الدار وهو خارج. علاش؟ هو تيفوج، ما كيجي للدار ما كيبغيش الغيمق، انت كتكوني مغموقه ما عندك ما يدير، كتبقاي تنكري عليه، فهكا غادي يهرب منك. هي نصيحة اليوم: نحاولوا نتعاملوا باللباقة. يلا تابعوني باش تزيدوا توليو كلاس 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 ديكو. بغيت نقول كلاس ديكو دي لا كلاس مع ساري كل.